الحال ما يتأمن والناس هم تتغير حتى الوجوه بهالوقت ممكن ترى تتزاور مجبور من ضاع الصديق ويا الكذيب مجبور دا دوري لكل الأمور صحة صدور صحة إذا مشاهدينا الأكارم وللحديث عن الأصول التاريخية والعلمية لزيارة الأربعين معنا الدكتور حسين النوري الباحث والأكاديمي الإسلامي فأهلا وسهلا بكم سيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم شرفتونا سيد حياكم الله أهلا وسهلا سيدنا بعيدا عن تشكيك المفندين ومبالغة المريدين ما هو الأصل العلمي التاريخي لزيارة الأربعين؟ في البدء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعظم الله أجورنا وأجوركم ونعزي العالم الإسلامي والمراجع والإمام الحجة بهذه المناسبة وهي ذكرى استشهاد الحسين وهذه أربعينية الحسين عليه السلام. الأصل التاريخي يعني الأصل التاريخي لزيارة الأربعين حقيقة نستطيع أن نحدده ونقول بأن الذي أسس له وجعله أصلا لهذا الكم الهائل الذي نراه من الزوار والذي كان هو أصلا تقعيديا لزيارة الحسين عليه السلام هو الإمام المعصوم. أسرع تقول لي كيف أقول أول زائر للحسين عليه السلام هو الإمام زين العابدين عليه السلام وإحنا عندنا قول المعصوم في مدرسة أهل البيت قول المعصوم وفعله وتقريره حجة فهو أولا أوصى بهذه الزيارة الإمام زين العابدين ثانيا هو جاء بنفسه هذا فعل الإمام وتقرير الإمام المعصوم لمن زار الحسين عليه السلام في ذلك اليوم وهو من مدرسة الصحابة وهو جابر بن عبد الله الأنصاري وإحنا عدنا في المدارس الأخرى في مدرسة الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية عدهم حجة قول الصحابي وأيضا الأشياء التي صدرت عن هذا الصحابي الجليل وهو جابر بن عبد الله الأنصاري الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله عظمة الحسين وبركة الحسين وزيارة الحسين عليه السلام وخصوصا أنه جاء لينصر يعني لينصر الحسين عليه السلام إلا أنه لم يستطع يعني لم يصل في الوقت المحدد وجاء يعني في يوم الأربعين والتقى بالإمام زين العابدين عليه السلام. هذا الأصل التقعيدي لمدرسة أهل البيت نحن لدينا أصلا وهو أن زيارة الحسين عليه السلام في يوم الأربعين هو الإمام زين العابدين أول من جاء والسيدة زينب ومن جانب آخر مدرسة الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا جاء إلى هذا الموضع. هذا واحد. اثنين عندنا روايات معذرة نعم. سيدنا الجليل لأنه هذه القضية التاريخية يعني ليش قلت نعم. حضرتك أنه نحن يعني نريد أن نؤصل تاريخيا لقضية زيارة الأربعين وكان باتفاق مع جنابكم الكريم نعم. مأجورا ومشكورا لمقدمكم الكريم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله الأليمة طبعا على نفوس جميع المسلمين أحسنت. وربما جميع المنصفين في العالم أحسنت. وليس فقط المسلمين ولكن هناك يعني حملة تشكيك صح. في فرضية وفضل هذه الزيارة من نعم. الباب الشرعي نعم. البعض لا يحملها على أساس النافلة بل لا يحملها على أساس الشعيرة صحيح هناك من يشكك الآن لذلك نعم. احنا نعم. احنا قاعدين لازمين يعني نعم. ادواتنا العلميه صحيح. اريد ان نوضح الموضوع مفصل مفصل احسن احنا حضرتك نعم. معذرتان القضيه الان الاعلام صار اعلام مفتوح
مطروح مبثوث فيه الغث والسمين، فيه الواضح والمشوش. يعني لابد من مثل جنابكم وكثير ان شاء الله من يعني الانفاس المباركه لها ان تدلي بدلوها بهذا الخصوص لفضل اشتباك وتوضيح المعاني. اذا انا عندي سؤال، اسف على المداخله، يعني حضرتك ترجع تاريخيا انه زياره الأربعين اصلها الى سنه 61، سنه 61 للهجره، هو سنه استشهاد الحسين، استشهاد السلام الله عليه، سنه 61. نعم. الامام زين العابدين عليه السلام الذي جاء هو والسيدة زينب، نعم، وأيضا جاءت معهم الرؤوس ودفنوها في يوم الأربعين، نعم، وبقوا في هذا المكان ثلاثة أيام، نصبوا ثلاثة أيام. ومن الجانب الآخر من المدينة المنورة كان متوجها للعراق جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر الأنصاري في نفس السنة، في سنة 61. ثانيا كان اللقاء في يوم الأربعين، في يوم الأربعين تحديدا، يوم الأربعين، يوم أربعين الحسين عليه السلام. إذن شرعت النصب نهارا وقت قبيل صلاة الظهر، كما يعني كان تشريع زيارة الأربعين استنادا لسنة المعصوم اللي هي مستمدة من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سنة وفعل المعصوم. أحسنت، سنة المعصوم جاء إلى هذا المكان. نعم، فجاء فهي امتداد لجده سلام الله عليه صلى الله عليه وآله. ويعني نقف عند هذه النقطة، فزيارة الأربعين تشريعها بتشريع المعصوم زين العابدين سلام الله عليه، هيك الكلام. أحسنت، ولدينا روايتين أنا أحب أنقل لك إياهن. يعني الرواية الأولى هي عن الشيخ المفيد في كتاب كامل الزيارات. نعم. أنا أرجو من المشاهد يسجل العنوان، هذا مهم. هذا طبعا في كتاب كامل الزيارات ينقل عن أن السيدة زينب عليه السلام في يعني ليلة الحادي عشر من المحرم، يعني في ليلة يعني ليلة استشهاد الحسين عليه السلام، وعندما أصعدوهم على النوق مصباح يوم يعني العاشر، يعني بعد استشهاد الحسين مصباح يوم الحادي عشر على النوق، نقلت هذه الرواية. قالت للإمام زين العابدين: حدثني أخي الحسين عليه السلام عن أبي أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. شوف حديث هذا طبعا متواصل وحديث متصل عندنا ومتواتر، وهذا عندنا حديث معتبر. نعم. وانت تعرف احنا عندنا في سلسلة الأحاديث، عندنا الأحاديث يقسمونها علماءنا إلى يعني الأصوليين إلى عدة أقسام: الحديث الموثق والحديث الحسن والصحيح والضعيف. هذا الحديث نقلته حدثني أخي الحسين عن أبي أمير المؤمنين عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت عليه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، قالت قال لي، يعني قال لي بأنني سوف يعني يستشهد، يعني طبعا محتوى الرواية لأن الرواية طويلة الذيل، سوف ينصب لي في هذا المكان علما من الأعلام، وسوف يخصص الله لنا شيعة وأتباعا سوف يخدمون في هذا المكان، يعني يخدمون زواري في هذا المكان. وكأنه يعني السيدة تنقل منا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أعمال طبعا الروايات الغيبية، النبي صلى الله عليه وآله يحدث أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين محدثها للحسين، والحسين حدثها لزينب في ليلة العاشر، هو مبلغها الحسين عليه السلام، هي يوم 11 بلغتها للإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هاي الرواية طبعا الأولى، والرواية الثانية في كتاب البحار للعلامة محمد باقر المجلسي، أن من زار الحسين عليه السلام في يعني يوم الأربعين عارفا بحقه يعني كتب الله له 100 حجة و100 عمرة. هاي حضرتك يأخذها الآخذون. نعم. وأنا لا أتبنى رأيا، ولكنني أنقل ما يشاع لإيضاح الصورة كاملة. أحسنت، بأنفاسكم طيبة. يقولون أن هنالك إشارات وأحاديث مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حدث لم يحدث في وقته. أحسنت. فكيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن غيبيات
يفرضها على المسلمين وهي لم تحدث بعد، يجب أن نرد على هذا الكلام الذي يشاع جدا في الانترنت حاليا يعني، وفي وسائل التواصل وحتى في مصنفات الآن موجودة، في كتب موجودة فيه. أحسنتم. مرات الجواب يكون يعني الأجوبة حلية ومرات الأجوبة نقضية. طبعا الجواب الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث أول ما ذهبوا إلى المدينة، تحدث للمسلمين عن أنهم سوف يفتتح، يعني سوف يفتتح مكة بعد 10 سنوات، سوف تفتتح مكة على أيدينا وسوف نقيم هنالك ونصلي. هذا طبعا تحدث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هناك قراءات غيبية كثيرة ورواياته. أقول أني أحدثكم عن أخبارها، موجود باب كامل، باب الحديث عن أشراط الساعة وما يحدث في آخر الزمان في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. النبي يتحدث في آخر الزمان ماذا سوف يحدث قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وماذا، وهي موجودة في كتاب البخاري وصحيح مسلم طلعتها، وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود، طلعت هذه المصادر فوجدت النبي يتحدث بكثير من الأشياء الغيبية التي سوف تحدث، قسم من هذا حدث وقسم ننتظر سوف يعني تحدث. ثانيا، الرواية المعتبرة التي نقلتها أم سلمة ونقلها جابر بن عبد الله الأنصاري ونقلها عبد الله بن عباس، رواية معتبرة أن في يوم مولد الحسين عليه السلام تنقل هذه الرواية. طبعا حتى كتاب صاحب كتاب حياة الحيوان للدميري ينقل هذه الرواية، يقول كنا جلوسا في المسجد، من الذي كان جالس؟ مجموعة من الصحابة، جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر وعمر وعثمان وسلمان وأبو ذر وعمار والإمام علي عليه السلام. يقول كنا جلوسا وإذا بالنبي يدخل علينا من حجرته، لأن يعني حجرة النبي كانت مباشرة يعني في المسجد، فتح الباب دخل علينا ودموعه جارية على خديه وبكينا، هاي نص الرواية، بكينا. حتى صاحب كتاب حياة الحيوان للدميري، المشاهد إذا هم أيضا يدورها في مادة صرد، يعني هذا الحيوان الذي بكى على الحسين عليه السلام، فيقول بكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله مما يبكيك؟ قال الآن كان عندي حبيبي جبرائيل وأخبرني أن ولد الحسين عليه السلام سوف يقتل بأرض تسمى كربلاء، وأعطاني من تراب كربلاء، وهذا التراب يقول أخرج لهم النبي، كان مخلي في قطعة من القماش وجعله في قارورة زين، وأعطاه إلى أم سلمة. قال فأخبرني بأن ولدي هذا يقتل بأرض تسمى كربلاء، وجاء لي بقبضة من تراب كربلاء، جبرائيل جاء لي هذا طبعا نقولونها السنة والشيعة ولا فرق بينهم في نقل هذه الرواية، وقال تقتله فئة من أمتك يا رسول الله، وأنه كأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى، لا أنا لهم الله شفاعتي. هذا حديث عن يعني الحسين اليوم مولود، يعني في يوم مولد الحسين. هذه طبعا الرواية موجودة السنة والشيعة، وعشرات أمثال هذه الرواية لو يسع البحث والوقت لنقلت لك كثير من هذه الروايات التي بكى النبي على الحسين عليه السلام في أكثر من موضع، مرة في يوم مولده، مرة عندما كان في المسجد وكان يخطب رسول الله وإذا بالحسين يدخل يتعثر، النبي يقطع الخطبة المهمة التي كان يخطبها في يوم الجمعة، خطبة الجمعة، وبدأ يهرول حتى الصحابة تعجبوا يعني لما فعل رسول الله، وإذا به يرفع الحسين من التراب ويحتضنه على صدره ويأتي به ويخطب الناس والحسين على صدره. السلام الله عليه. السلام الله عليه. طيب إسا احنا فضل الإمام الحسين عليه السلام حسنت. لا يختلف فيه اثنان، لا قاصر ولا أداء، إلا منافق أو مبغض. لكن احنا بدنا نحكي على يعني الاصل التاريخي والشرعي لزيارة الأربعين. حضرتك قلت انه هي شرعت في العام 61، يعني تعتبر الشرع، يعني حضرتك انا يعني تشريع، هذا تشريع، تشريع انا ساعتمد الان مفتي يعني يفتي لي الان أحسن. في قضية آنية، في حدث آني، فاتبع تشريع باعتبار احنا قبل ذلك انا احب ان اوضح للمشاهد، احنا عندنا مدرسة اهل البيت عليهم السلام وتقول بأن لدينا احنا فعل المعصوم وتقرير المعصوم وقول المعصوم حجة في مدرسة أهل البيت، يعني
فعل المعصوم يا المعصوم عندنا يعني في هذا المورد النبي والأئمة الـ12 المعصومين فعلهم وتقريرهم وقولهم حجة. في مدرسة يعني الجمهور في مدرسة الجمهور عندهم فعل النبي فقط وتقريره وقوله حجة. أنا قبل قليل نقلت لك رواية زينب عن أخيها الحسين عن الإمام علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أن هذا كان قول من النبي صلى الله عليه وآله بأن ولد الحسين سوف يقتل في هذه البقعة وينصب له ويكون علما وما من جبار حارب هذا إلا أهلكه الله سبحانه وتعالى. وإحنا قاعد نشوف على مر التاريخ الخلفاء الذين مروا يعني بن العباس وبن الأمية. نعم حضرتك فتحت الموضوع طيب ماشي. ورغم أنه أنا كنت أتمنى أنه يسعفني الوقت أنه أسأل كثير فيما يتعلق بالتشريع والأحاديث المروية في موضوع زيارة الأربعين، ولكن حضرتك يعني كفيتنا في سؤال مهم جدا. والله هو هذا كان يعني موضوع كلش مهم، وأنا كنت أتمنى خصوصا هذه الأيام يعني بين الشباب، هذه قبل فترة بسيطة نشروا بين الشباب بأنه لا يوجد تشريع لا يوجد كذا. أسألك حضرتك سؤال يتعلق بهالخصوص، هل هي الآن تدخل في سياق مثلا يعني النافلة الشعيرة؟ نعم. التفاعل يعني المأجور عليه ماذا تسميها؟ نعم. زيارة الأربعين. نعم، أولا ثبتنا الآن حجتنا في زيارتنا للحسين عليه السلام الأولى. هل حجتنا حجة شيعة تلزم بقية الطوائف الإسلامية؟ ها أحسنت، من باب الإمام المعصوم فعله وتقريره وعمله حجة، نحن ثبتنا الرواية التي هي عن السيدة زينب، وثبتنا بأن الإمام زين العابدين عليه السلام هذا إلمن هاي للشيعة الإمامية. أما لمدرسة الصحابة مذاهب الأخرى جابر بن عبد الله الأنصاري هذا يعني صحابي جليل يحبون الفريقين، يعني ينقلون عنا في البخاري ينقل عنا المسلم وكذلك، هذا أيضا حجة لأن عندهم هم قول الصحابي حجة. جابر زار الإمام الحسين عليه السلام ونقل أيضا بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل زيارة الحسين عليه السلام. تمام. الآن سألت حضرتك السؤال الثاني يعني أنها تعتبر، هل هي تعتبر شعيرة أو نافلة؟ نعم. ملزمة يعني؟ نعم. واجبة مستحبة؟ أين تضعف؟ احنا ثبتنا احنا ثبتنا أولا هي حجيتها وتأصيلها وتقعيدها وتشريعها. ثانيا نثبت هل ماذا يعني لا خانة شعيرة؟ هل هي مثلا واجبة أم مستحبة أم مكروهة أم مباحة؟ لا أحسن. نعم، هي طبعا من يعني هي طبعا سنة، هذه والسنة هي مستحبة، من المستحبات المؤكدة هي زيارة الحسين عليه السلام. وأنا لدي نص يعني طبعا عندي رواية حبيت أنقل لك إياها في حديث أبو العباس الكوفي عن محمد بن الحسن بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن عن موسى بن القاسم الحضرمي قال: وردت على أبي عبد الله عليه السلام أول ولاية أبو جعفر المنصور. نعم. يعني أول سقوط الدولة العباسية أول سقوط الدولة الأموية وبداية نهوض الدولة العباسية، هاي الفصحى اللي جعلت للإمام الباقر والصادق عليهم السلام كي يبثوا علوم رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين. فهاي الفترة يعني أول مجيء بن العباس بعد هذه الفصحى شوية عن أهل البيت، الإمام زين العابدين الإمام الصادق عليه السلام توجه لزيارة جده أمير المؤمنين عليه السلام وجاء لزيارة الحسين عليه السلام. فهو بعد ناصب لخيمة وين في الطريق، في يقول قريب على النجف الأشرف، نصب خيمة ويعني في قريب على النجف الأشرف، وهذا أنقل لك إياه الرواية إذا تحب يعني حتى يسمعونهم. عن موسى ابن القاسم قال: ورد على أبي عبد الله السلام أول ولاية أبي جعفر فنزل في النجف. طبعا هذا ينقلها صاحب كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولويه القمي، يعني طبعا أعطيك الرقم والصفحة المصدر هذا طبعا صفحة 206 في كتاب كامل الزيارات، في كتاب كامل الزيارات. شوف الإمام، شوف الإمام، الإمام الصادق ينصب له خيمة ينتظر زوار الحسين عليه السلام. شوف هذه يا سنة، هذه يا سنة، هاي في يعني بالسنة يعني المية يعني وكسور يعني تقريبا
للهجرة، يعني الإمام الصادق يعني استشهد 150 يعني رغم الظروف، الضغط أيه. أكو إرادة إسلامية توجه نحو زيارة الأربعين، وهو إمام معصوم. شو انتبه هذه نعم. يقول فنصب خيمة، يقول فقال المهم فنزل الإمام الصادق عليه السلام في النجف فقال يا موسى اذهب إلى الطريق الأعظم، يعني الطريق العام، فقف على الطريق وانظر فإنه سوف يأتيك رجل من ناحية القادسية، من جهة القادسية، يعني القادسية تعرف هي كانت الديوانية أو السماوة، الديوانية. فإذا دنا منك فقل له إن ها هنا رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك. يقول هذا فذهبت حتى قمت على الطريق والحر شديد. شوف هسه الآن حر شديد، والإمام الصادق ناصب له خيمة ينتظر الزوار في ذلك الوقت. هذا طبعا هنيئا لخدام الحسين عليه السلام الذين ينتظرون الزوار. هذا إمام معصوم، هذا فعل الإمام الصادق عليه السلام، وإحنا يسمونه جعفرية باعتبار ننتمي إلى هذه المدرسة، مدرسة جعفر الصادق عليه السلام. فلم يقول فلم أزل قائما حتى يقول حتى يعني حتى تعبت وأردت أن أنصرف وأدعه، لكن بعد الإمام يقول قال لي وإذا نظرت إلى شيء يقبل شبه رجل على بعير من بعيد، فلم أزل أنظر إليه، فلما دنا مني قلت يا هذا يا رجل إنها هنا رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ناداك، يعني يدعوك. يقول فطبعا هذا جاء معي إلى الإمام الصادق عليه السلام، والمهم دخل أناخ البعير في ناحية قرب الخيمة قريب من الخيمة، فدعا به فدخل الإعرابي ودنوت أنا، فصرت على باب الخيمة أسمع الكلام، أسمع كلامهم ولا أراهم علينا بصف الخيمة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام من أين قدمت؟ قال من أقصى اليمن، أنا جاي من اليمن، جاي لزيارة الحسين. قال أنا من أقصى اليمن. قال أنت من موضع كذا وكذا؟ الإمام الصادق قال له أنت من مكان فلاني، من منطقة الفلاني في اليمن، يعني زين، ويعني أخبر. قال نعم أنا. قال فيما جئت إلى هنا؟ قال جئت زائرا للحسين عليه السلام. فقال أبو عبد الله عليه السلام فجئت في غير حاجة، ليس إلا للزيارة، أنت جئت فقط للزيارة؟ فقال الرجل فجئت فقط للزيارة فأزوره. قال ايش سوى؟ قال فأزوره وأسلم عليه وأرجع إلى أهلي. فقال أبو عبد الله عليه السلام فماذا تريد من زيارته؟ يعني شو تحب تنال من زيارة؟ فقال البركة في أنفسنا، أنا راح من أزور الحسين، هاي شوف زوار الذين يسمعون كلامي، وأكثر الناس اللي ذهبوا لزيارة الحسين راح يشاهدون هذه بحياتهم اليومية، البركة في أنفسنا. اثنين وأهالينا، بركة صير بركة بحيث صير عنده ذرية، ما عنده ذرية عنده كذا، صير بركة في البيت. قال في البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا ومعاشنا وقضاء حوائجنا. قال لا أنا شايف هذه كل ذني متحققات لي، فأنا ذني أريدهم كلهم أحصلهم يعني دائما بزيارة الحسين. فقال أبو عبد الله عليه السلام ألا أزيدك فضلا من فضله يا أخ اليمن؟ قال زدني يا ابن رسول الله. قال تعدل حج مبرورة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فتعجب الإعرابي من ذلك. قال الإمام الصادق عليه السلام يا هذا اسمع، حجتين مقبولتين. يقول فتعجبت مرة إلى أن وصل قال 30 حجة مبرورة زاكية متقبلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم الذي تزور فيه الحسين عليه السلام، هو صادف يوم 40 يعني في هذه الرواية. نعم. إذن هذا الإمام الصادق عليه السلام، وفي سنة يعني 100، هو الإمام الصادق استشهد مسموما يعني في سنة 150 للهجرة. 150. طيب بين 150 و 61 احنا قلنا اصل التشريع 61 الامام زين العابدين زار. عندنا روايه الامام الباقر ايضا زار الحسين عليه السلام في يعني، وعندنا اكو تاصيل اخر يعني بان الامام امير المؤمنين عليه السلام، وان كان خاف الوقت يعني، لا براحتك، الامام علي عليه السلام عندما جاء لحرب
القاسطين والمارقين والناكثين. القاسطين عندما جاء لحرب القاسطين وهم أصحاب معاوية في معركة صفين، الإمام علي عليه السلام وهو متوجه أن تعرف من طريق كربلاء ويدخلون للرمادي، فوصل إلى كربلاء يقول وإذا بالإمام دموعه تجري على خديه، يقول يسألونه قال سبحان الله، ها هنا محط رحالهم، ها هنا الموضع الذي أرانيه رسول الله، ها هنا خيمة ابني الحسين، ها هنا خيمة أبو الفضل العباس، وكأنه يعرف كاملة الخارطة في هذا المكان. يقول أصحاب الإمام أمير المؤمنين الذين كانوا معه ومالك الأشتر ومجموعة وعمار بن ياسر، يقول عمار بن ياسر من الصحابة كان في ذلك المكان، وعبد الله بن مسعود، يقول فبكينا لبكاء أمير المؤمنين علي عليه السلام، فبكينا وحدثنا عن ما يجري على ولد الحسين في هذا المكان. وهذه طبعا تعرف سنة 37 للهجرة أو تقريبا أقل، يعني 36 للهجرة. نعم. إذن دكتور حضرتك السؤال يعني نعم. من سنة 61 هي بداية يعني أصل التشريع الرسمي خلينا نقول. نعم. ولا حضرتك الرسمي استغرقت هذا الموضوع بما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة 150. نعم. طيب هاي المسافة هي مسافة محتدمة. زين. من يعني ما يسمى من استشهاد الحسين 61 الحسين سلام الله عليه. نعم. إلى زمن الإمام الصادق. إلى زمن الإمام الصادق. أنت عندك فترة بني أمية. نعم. وعندك دخولنا في جو بني العباس، وإحنا شفنا أنه لم يعني يعني هناك كانت حرب على آل البيت. نعم. حرب موجودة. طيب طيب يعني تاريخيا حرب موجودة. موجودة إلى الآن الحرب قائمة. كيف كانت تجري وتسري الزيارة؟ نعم. هل كانت يعني نعم. أكيد بصعوبة، ولكن نعم. صورة مالتها التاريخية واقعة كيف كانت؟ طبعا أكثر الروايات التي قرأتها حتى في زمن الإمام الجواد عليه السلام بأنها كانت في زمن بني أمية تجري خفية، يعني واللي يمسكون قريب على قبر الحسين عليه السلام يعني يؤخذ إلى السجن، يعني تعرض التنكيل. طيب ما الحديث عن قطع الأيادي وقطع السوق وقطع الكذا؟ هاي طبعا في زمن المتوكل. عندنا روايات المتوكل العباسي. المتوكل العباسي هذا بعد هذا بعد 150 بعد 150 قبل 150 قبل 150 نتحدث عن فترة بني أمية. بني أمية. نعم. بني أمية في أول الأمر يعني بعد الاستشهاد الحسين عليه السلام ومجيء الإمام زين العابدين، ثم ذهاب الإمام زين العابدين إلى المدينة المنورة، بقي الإمام زين العابدين الروايات تقول حزينا وباكيا. عندنا بعض الروايات بأن الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا يعني قام يعني زيارة سرية خفية هو ومجموعة من عياله لزيارة الحسين عليه السلام. أضاف إلى ذلك كان يأمر يعني ويحثون شيعتهم على زيارة الحسين عليه السلام، وكانوا يأتون يعني حتى كانت تنصب حراسات بالطرق إلى كربلاء في سبيل يمنعون زيارة الحسين في أيام بني أمية. كيف كان يتم المنع؟ يعني منع يعني مجرد تعزير؟ لا. دفع؟ أحسنت. لو أكو تنكيل؟ اعتقال. اعتقال فقط؟ اعتقال. لا. ثم بدأ القطع يعني كل يعني فرضوا من يزور الحسين عليه السلام تقطع تقطع يدا في زمن المتوكل التجديد على هذا القضية. لا في زمن في زمن بني أمية. بني أمية. يقتل الإنسان قسم يعتقل ويقتل. نحن نتحدث عن فترة كان يسبيها الإمام عليه السلام. على المنابر. ثلاثة. ليست فترة بسيطة. 83 سنة. نعم. يسب الإمام أمير المؤمنين على المنابر من أيام معاوية إلى. أيام وفي هذه الفترة جنابكم كان المسلمين. نعم. أو كان المسلمون يزورون الحسين عليه السلام خفية خفية في يوم الأربعين في يوم الأربعين وفي غيره من الخوف وليالي الجمعة. أحسنت. نعم. وعندنا روايات كثيرة ومتضافرة يعني. نعم. أحسنت. نعم. بأنهم يتحملون المشاق كانوا وكل عشرة أنفار كانوا يقولون لهم كل عشرة أنفار يقتل منكم شخص. نعم. فكان يتقدم شخص العقوبة الرومانية
احسنت. نعم. فيتقدم شخص من احسنت من علاقتهم مع الروم. طبعا الحكومه الرومانيه والدوله البيزنطيه التي اشار كثير من الباحثين لها بانها كانت التي هي خلف الكواليس يعني وراء مقتل الامام علي عليه السلام ووراء مقتل الحسين عليه السلام. هذا عندي بحث به خاص. يعني حضرتك يعني بمبحثك او ببحثك نعم تقول انه او وصلت الى نتيجه انه الدوله البيزنطيه كانت يعني لها بصمات في بصمات في اغتيال الامام علي السلام الله يرحمه. نعم بصمات واضحه ومصيبه كربلاء وقتل نعم الامام حسين عليه السلام والتنكيل بآل بيت الاطهار. احسنت. لكن هكذا يعني الايدي المنفذه التي كانت هي يزيد. احنا لا نبرئ يزيد باعتبار ان يزيد هو الذي نفذ يعني قتل الحسين عليه السلام، لكن اكو دوله كانت بالخفاء وهي كانت تريد ان تضعف المسلمين. الذي يقف في المشروع في المنطقه كانت ككل الامام علي عليه السلام، الذي بدا بتكوين دوله متماسكه متراميه الاطراف اربع قارات في زمن الامام علي عليه السلام، مما جعل الدوله البيزنطيه جاءت على الابواب بسفنها زين الملاحية واتصلت بمعاوية أكثر من مرة. يعني عندنا روايات اتصلوا بمعاوية تعاونوا مع معاوية في سبيل تصفية الإمام علي عليه السلام والخوارج قبل الاحتلال البيزنطي للمساحة العربية في الشرق. نعم. سقط وقد بس الدولة البيزنطية في الغرب يعني. نعم. صحيح. بس في الإستانة فقط في الإستانة. أحسنت. نعم. يعني بيزنطة هي اسطنبول حاليا. أحسنت. الدولة البيزنطية الشرقية اللي موجودة في دمشق سقطت صحيح. يعني. طيب هي عند بعد سقوطها نعم بدأت هي تتآمر يعني وبدأت لم تبقى يعني لم يعني في تركيا يعني أكثر من مرة الفتوحات في زمن مثلا عندما هم يقولون فتوحات أو الغزوات أنا أسميه غزوات فتوحات في زمن النبي صلى الله عليه وآله. الغزوات التي قام بها مثلا الخليفة الأول والثاني والثالث في زمنه في زمن الإمام علي عليه السلام بدأ بالتنظيف من الداخل يعني يعني بقي الإمام كان جو يعني مليء بفتن داخلية. نعم فتن داخلية سواء ما يكون محركة فبدأ فشغلته على الجو الخارجي. أحسن. فبدأ يعني بتنظيف الأمة من الداخل بتصفية الناكثين والقاسطين والمارقين. الذي قال له رسول الله الناكثين الذين جاءوا من المدينة المنورة وكان عدد بالعشرين ألف بعض الروايات ويعني حدثت ما حدث في البصرة وأيضا معركة الصفين التي دامت 100 يوم بعض الروايات تقول يعني 3 أشهر ويعني أو أكثر يعني 3 أشهر وعشرة أيام تقريبا 100 يوم دامت في ذلك المكان 100 يوم في معركة الصفين وانتهت بالتحكيم للأسف الشديد. وانسحب الإمام أمير المؤمنين عندما انشق عنه مجموعة وهم الخوارج وذهبوا إلى النهروان هنا إلى بغداد. فاضطر الإمام سلام الله عليه أيضا يقاتل بأهل الكوفة. طبعا دول أهل الكوفة المظلومين. أنا أريد من عندك حلقة كاملة على 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 عظمة وفضل أصحاب أمير المؤمنين من أهل الكوفة وفضلهم على التشيع بصورة عامة لأنهم أعطوا الدماء مع الإمام علي عليه السلام. طيب طيب احنا موضوعنا زيارة الأربعة. زيارة الأربعة يعني ممكن أنه نسوي حلقات خاصة على الإمام. أحسنت. وهي مو حلقه وحلقتين ترى. الله يرضى عليك. كل مواقف الامام علي عليه السلام بحاجه الى يعني توقف وتامل وتصفح باعتبار انه هذه الشخصيه العظيمه تحتاج يعني ان نستقي منها الكثير من الدروس والدروس. ولكن موضوعنا اليوم زياره الأربعين ومخصصه للامام الحسين ومصيبته العظمى. سلام الله عليه. حضرتك الان احنا يعني راح نختصر موضوع الفتره الامويه. ايه. لا. وندخل على الفترة العباسية، هل استمرت زيارة الأربعين؟ طبعا وكيف يعني تتحول محرك الأحداث لما هم جوي العباسيين شالين راية ثارات الحسين؟ يا ثارات الحسين فلماذا انقلبوا؟ نعم. ولماذا نكلوا؟ ولماذا طبعاً. منعوا؟ أحسنت. ولماذا واجهوا؟ ولماذا حرموا زيارة الأربعين؟ صحيح. احنا عندنا بالتاريخ الإمام علي عليه السلام أول ما كشف عن يعني بهذه الكلمة وهي إلى الآن احنا نشوف مرات نشوفها لها تطبيقات يعني بالواقع. عندما رفعوا المصاحف قال إنها كلمة حق يراد يعني شنو إنها كلمة حق يراد بها باطل. هؤلاء رفعوا كلمة الحق وهي الرضا من آل محمد يا لثارات الحسين وكان يراد بها باطل يراد بها السلطة والحكم والكرسي الذي أخذ أبو جعفر المنصور أيضا عندما استلم الحكم
يعني بالتنكيل بأصحاب الإمام علي عليه السلام، وأنه جاء دخل عندنا بعض الروايات دخل إلى الكوفة قال والله هذه أتمنى أن تثور علي هذه المدينة كي أحرقها، أحرق نخيلها، أقتل أهلها، أنا أبغضها، في حين أن الإمام علي عليه السلام قال مدينة نحبها وتحبنا. فهذا التنكيل وهذا الانقلاب هو نتيجة البقاء يعني في السلطة الغير شرعية، ويشاهدون أصحاب السلطة الشرعية يعني الإمام الباقر، الإمام الصادق عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي قتله هارون الرشيد، والإمام الرضا الذي قتله المأمون، الإمام الجواد الذي أيضا قتله المتوكل العباسي الذي قتل الإمام الهادي والعسكري. يعني بدأت هذه يعني وكأنه حكومة بن العباس يعني بدأت أكثر شدة على أهل البيت عليهم السلام، حتى قال الشاعر أكثر من بني أمية، يعني رغم أنهم أبناء عمومة يعني، يعني الشاعر قال يعني في تالله ما فعلت أمية مثل ما معشار ما فعلت بن العباس، بن العباس، وقال ليس الرشيد رشيدا في سياسته، في سياسته كلا، وليس ابنه المأمون مأمونه. أحسنت، يعني مرويات، يعني مرويات وأشعار ثبتت في يعني في ذلك المكان. فبدأوا بأولا بكتابة التاريخ، أنا أقول أول من يعني بدأوا بهذا الكم الهائل من التشويه يعني في تاريخ في التاريخ الإسلامي في تاريخ البيت هم بن العباس، وهؤلاء يعني جاءوا بالطبري وجاءوا بابن عساكر وجاءوا كل هؤلاء جاءوا بهم الكامل تاريخ جاء، وطبعا وتذذوا المؤرخين مؤرخ. وبدأوا يكتبون على هوى بن العباس في تشويه الكوفة وأهل الكوفة. يعني حضرتك تشكك يعني مثلا في تاريخ الطبري وترى أنه يعني كان يعني نعم. يروي بلا نزاهة مثلا، طبعا باعتبار انه في البلاط العباسي نشا في يعني هو في كان في هذا مو عفوا انه كان في قصر المتوكل. انا مو اشكك بكل ما جاء به، لا اكو حقائق انقلها هو، بس اكو كثير من الاباطيل الموجوده يعني ما يخالف ما يخالف حضرتك. مو احنا يعني انا اخذ اتقمص وجهه النظر الاخرى، انا اذا تسمح لي يعني أحسن حضرتك ما موجود الطرف الاخر أحسن حتى يصدقني، حتى يعني اكون يعني مقنع بالنسبه الى مقنع، الجواب يكون مقنع من ناحيه الانصاف. يقول انت تاخذ انه على الطبري انه كان يجلس في مجالس المأمون ورشيد، في حين انه المأمون طبع صوره الإمام الرضا على واجهة الدينار وطبع صورته على الواجهة وأعطاه خلافة القواعد. ثانيا كثير كثير من الأئمة سلام الله عليهم كانوا يحضرون مجالس الخلفاء أو ما يعني الملوك طبعا برواية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خلفاء إلا 30 عاما، يعني فهم ملوك، ملوك بني العباس او ملوك بني اميه كانوا موجودين، لا في مجالس بني اميه ما كانوا يحضرون نعم. لكن يحضرون في مجالسهم بدعوه منهم من دعوه من الملوك، وكانوا يعني يجودون لهم بالرشد والنصيحه نعم. كان هذا موجود، بمعنى هذا لا تؤخذ ماخذ لو جالس الملك اي شخص ان يكون يعني مسيئا نعم. لا تؤخذ عليه، لكن ممكن تاخذ على ما روي عنه بالتصحيح نعم. والتدقيق نعم. والتمحيص، فتعرف أحسن فتعرف الفصل بين الحق والباطل. أصور هذا الكلام المنصب بهذا الخصوص نعم. أنا أقول يعني ناهيك عن قضية هناك فرق إيه؟ أنا أحكي عن الفرق هي. يعني حضرتك أنا أحطيك على فرق، أرجو تحمل صراحتي. لا أحسن، بني العباس كانوا مسودة، هل تعلم أن بني العباس كانوا يرتدون العمام السوداء؟ نعم. فلا مدعاة انه اشين جنابكم وعمامتكم المباركه؟ نعم. لا يجوز، لا لا يجوز المقارنه بهذه الطريقه. لا لا اسمح لي، انا اولا احنا نتحدث بصراحه وبعلميه، انا اتحدث عن حول الطبري، اجاوبك على الجواب الاول حول انه يجلس في مجالس هؤلاء، هل هو هذا يكفي في ان يعني مثلا نرد يعني كثير مما جاء به؟ نحن نقول انه نشأ وتربى في البلاط العباسي، في يعني أكله شربه هو موسى راتبه أحسن موسى عليه السلام الله عليه تربى في حضن فرعون. زين اسمح لي، يعني مؤرخ هم مربينه. لا أنا إذا عندك ما أخذ الطبري أنا مو دافع، لا مو بس الطبري، أنا أتحدث عن
كل هؤلاء اللي كل المؤرخين يعني أكثر المؤرخين، ما أقول كل لأن الكل أظهر على نقطة خلافية تأخذ ويشكك بس أنا في توجهات الشعب من الخصوص على مدى دافع لا لا اسمح لي أنا أجيب والله بطريقة علمية الآن. أنت الآن شخص مثلا تربى الآن في قصر الملك وهو تحت يد الملك، اكتب هذا يكتب هذا، ارفع هذا من هذا من هذا الكلام يرفع هذا، هذا هذا بعد يصير عنده مثلا يجانب الحقيقة لو ما يجانب يجانب الحقيقة وعاد السلاطين احسنت وصمر. هذا تحدث عنهم الدكتور علي. ارجع اقول حضرتك مرة ثانية انا بهذا الموضوع لو اخذنا بهذه القرينة واعتبرناها دليلا ثق بالله ثلاث ارباع السياسيين ما تقرا يروحوا للنار. عفوا لا مو انا القرينه بالقرينه والدليل بالدليل يا استاذي. عفوا احنا وان كان نتحدث عن الأربعين لكن اقول المؤرخين مثلا ابي مخنف نشا بالبلاط الاموي ونقل مقتل الحسين عليه السلام، هذا مقتل الحسين اللي ينقل انه ابي مخنف اللي نقله، لكن كثير من الاشياء كثير من حقائق ذكرها وكثير من الاشياء اخفاها الرجل. نعم هسه لي مثلا شيء انفرض عليه من قبل هؤلاء بني اميه ام هو مثلا بعد يرضيهم يعني يرضي الحكام. انت هسه الان شخص مثلا تربى في يعني في قصور اللي يعني اللي عاصرناهم في قصور صدام لعنه الله عليه، كم من الكتاب الذين كتبوا وكتبوا لصدام يعني وحاولوا احسنت. اما خوفا من منه طبعا وثانيا تزلفا له، ثالثا هو يعني اصبح من وعاظ السلاطين يصور السلطان يسوي السلطان الى كذا والى من كذا يعني فتوحات، في حين في جانب اخر ملاعبتهم لل يعني بالنساء للجواري للخمر شربهم للخمر، والمتوكل كما تعرف انه قتل وهو يحتس الخمر مع مجموعه ودخل عليه ابنه والأتراك. نفس الطبري جنابكم نفس الطبري نقلها ناقلها بمصنفات عديدة ايه وذكرها بالتفاصيل. يقول قطع يعني حتى لحمه سقط في كؤوس الخمر هو يعني ذكرها هو الأتراك. نعم هذا بعد ما راح المتوكل. نعم. اجى المعتز العباسي الطبري هم بقى في نفس القصر، اجى ابن المعتز وان كان هذا حكومته يوم وليلة ابن المعتز يوم وليلة هم ايضا يعني يعني بقي الطبري في هذا المكان وهم نقل كيف قتل هذا ابن المعتز يعني وضعوه في كيس وخنقوه. نعم. إذن نحن يعني يعني لا نحاكم يعني التاريخ لكن لا التاريخ يكتبه الملوك هاي معروفة. أحسن فلينصفنا التاريخ يعني. نعم. في كثير يعني هؤلاء غير معصومين هم طبعا المؤرخين لأنهم نشأوا في تلك البلاط. نعم. وأكلوا من هؤلاء. ثانيا أهل البيت كانوا يأتون بهم قصرا يعني للجلوس مثلا يجيبونه للمنصور وكان اكو عندنا كلمات الامام الصادق عليه السلام يحتدم مع المنصور الدوانيقي ويقوم يتصورون سوف يقتله المنصور وهو يقول سوف اقتله يقول له لا انت الحكومه الان يعني بدات وكذا والا تثور الشيعه علينا وهكذا. زين فما بالك لما اجى المامون وجعل صدق تقول قبل قليل جعل صوره الامام وليس هذا فقط. نعم اعطاه ولايه العهد ولايه عهده بعد ذلك قام بسمه وقتله. نعم هاي يعني شوف هاي الضغوط السياسيه هاي الضغوط اللي استقطاب مشكلته هو اخوه من الجزيره العربيه. احسنت فراد يستقطب مثلا التشيع يعني الشيعه باعتبار يستقطبهم اعطاهم ولايه عهد وكذا. نعم. قرب الامام وكانوا يعني الاقوى شوكه من ناحيه نصوص من الامام رضى عليه السلام يقول عند احد الاشخاص دخل عليه قال له هنيئا لك يا مولاي بعد انت الان انت شو اسمه ولايه العهد لك. قال لا ليس كما تظن وانه فعلها لشيء. طيب. في نفسه. طيب الوقت جدا يعني مع الاسف الوقت هاي المفروض ان ناخذ لها حلقات وحلقات. أحسن. لكن اليوم الليله وتعرف الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يؤجر كل من زار الامام سلام الله عليه سلام ان شاء الله ويجعلها في ميزان حسناته. خلينا نختصر التاريخ وناتي الى التاريخ الحديث نبدا من بعد الملكيه. أحسن. هل كانت الزياره متاحه مباحه سلسه مرنه ام كانت هناك يعني تشوبها الصعوبات؟ طبعا انا مشاهد صور في ايام الملكيه عندنا. نعم. صور لكثير من علمائنا. نعم. يعني في ايام الملكيه مثلا السيد ابو الحسن الاصفهاني رحمه الله عليه
في أيام الملكية كان يعني شهدة انتعاش الزيارة في أيام الملكية يعني إيه كان شوية أكو فسحة باعتبار أن الملك جاء برئيس وزراء محمد الصدر و باعتبار نعم أحسنت يعني أيضا يعني يرضون الشيعة باعتبار أن الشيعة هم من انتصر في ثورة العشرين ثم أخذت وأعطيت لغيرهم يعني هذه السلطة. المهم العلماء كانوا يزورون وعدنا صور موجودة مشاهدات العلماء والناس الموالين لأهل البيت عليهم السلام وأيضا يعني بشدة الحار والصعوبات تلك لكن كثير من هؤلاء كانوا مستمرين على زيارة الحسين ويجدون يعني يجدون فيها كثير من البركة يعني في زمن وزارة الصدر كانت نعم. وزم الملكية شهدت الزيارة نوع البحبوحة شوية بحبوحة متى بدأ التضييق بالعصر الحديث على الزيارات؟ أنا أعتقد أصعب عصر يعني وأنا اللي عشته وأنا اللي شفته يعني اللي عاصرت أيام صدام رحمة الله عليه. أيوة أنا كنت ما كانوا يكون تضييق بعض الشيء. لا. ولا حتى مشاكل من الأطراف اللي كانت لا تؤمن ب ب يعني. الوجوديين وكذا كانت تكون احتجاجية ولا حسب الوجودي أحسنت. لا موجود يعني أكو يعني فسحة لكن رغم هذه تلك الصعوبات. طيب. لكن أصعب شيء فترة أنا أقول. هي احنا في فترة صدام يعني كانت اعتقالات عندنا وانا كنت امشي يعني بالخفاء بالليل نمشي مثل بالليل وننام بالنهار في سبيل نصل الى وكانت المسلحين من البعثية والعفالقة اللعناء منتشرين في كل مكان حقيقة ويعني بدأوا بالمضايقة علينا. طيب. فكنا يعني نذهب يعني نصر على الذهاب لزيارة الحسين عليه السلام. دكتور بقي لدي والمخرج يعني يلحي علي نعم. جدا في قضية الوقت ويعني مع الأسف أدرك أن الوقت عندي 60 ثانية توجيه هي بيها وحضرتك قلت لي عندنا مناشدة يعني أيوة. هي وزارة الخارجية ورأس الوزراء الوزراء أي حسن وأنقل نعم دكتور حسين النوري قال يعني قبل البرنامج أنه يعني هنالك رغبة شديدة وأكيدة وكبيرة من قبل أهلنا وأخواننا وأحبتنا في المغرب العربي لزيارة الأربعين وزيارة الإمام الحسين ولكنهم يلاقون تجديدا من الأطراف الدبلوماسية المحلية لا تواكب ولا يعني نعم ما يتلقاها المسلمين في من مثلا من الخليج موارد إيران الخليج وكذا ويطالبون بالتعامل بالمثل في أيام الزيارة هذه اللي احنا نعتبرها مباركة وأيضا يعني مقدم كريم للعراق وتعتبر تكريم للعراق تقدير زيادة في مكانته الدولية ولذلك يحتاجون نوع من الإنصاف لكم في 60 ثانية جنابكم في موضوع الفيزا وغيرها يعني اعذرني 60 ثانية نعم. دقيقة لنجعل مسك الختام لهذا البرنامج إن شاء الله بوجودكم مبارك نعم. حتى يعني إن شاء الله نتوجه إلى يعني إكمال برنامج طبعا أنا من هذه قناتكم المباركة أناشد دولة رئيس الوزراء وأقول له فليوجه وزارة الخارجية ما دام الزيارة الأربعينية قائمة وبالتسهيل يعني في قضية الفيزا لبلدان المغرب العربي مثلما سهلوا أمر دول الخليج وإيران فبلدان المغرب العربي الآن تناشد رئيس وزراء وهم أناس يعني من بلدان المغرب العربي الجزائر ومن تونس ومن المغرب من هذه البلدان وأكثرهم مفكرين وأدباء كثير منهم حقيقة يريدوا يشاركون في هذه المظاهرة أو المليونية لزيارة السيد الشهداء عليه السلام يعني هم أعدادهم كثيرة مثل ما تفضلت كثيرة الآن لم تسمحوا لهم إلا 5000 لن تسمحوا لهم إلا 5000 مثلا من الجزائر أو 5000 من تونس 5000 في حين هم أعداد أكبر من هذا يعني سهلوا أمر الفيزا وبتجديد الفيزا شوية يعني هذا التجديد هذا سهلوا هذا الأمر حتى الله سبحانه وتعالى يوفقكم يعني لخدمة زوار الحسين عليه السلام إذن يعني
الدكتور حسين نوري، السيد حسين نوري الباحث والأكاديمي الإسلامي، كان لنا شرف ضيافتكم في هذا البرنامج وفي هذا اليوم العصيب الأليم، وإن شاء الله يعني الأجر والثواب لكل من أدى زيارة الأربعين. شكرا لمقدمكم الكريم، ونتمنى تكرار هذه اللقاءات. أنا جدا شاكر لكم ولقناتكم المباركة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودعائي للزوار أن الله يحفظهم يعني حقيقة، ونوصيهم بعد يعني بالطريق بإقامة صلاتهم بأوقاتها، بقراءة القرآن بالطريق، بمساعدة واحد الآخر، بالتكافل الاجتماعي الموجود، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله نبارك فيكم وبالزيارة المباركة. مشاهدينا الكرام، كنتم في برنامج صحة الصدور معي أنا حسين سعد. الحال ما يتأمن، والناس هم تتغير، حتى الوجوه بهالوقت ممكن ترى تتزاور. مجبور من ضاع الصديق ويا الكذيب مجبور، دا دوري لكل الأمور صحة صدور، صحة صدور.